لا شك أن القراءة بالتدبر أعلى الدرجات، بل هي سبب محبة الله للعبد. الرجل اللي كان يقرأ قل هو الله أحد بعد أن يقرأ ما تيسر من القرآن فسألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال فإن الله أحبك بحبك إياها. بس متى يأتيك التدبر؟ التدبر يأتي، تجيك واحدة تقول بتدبر القرآن، دائما أقرأ ولا أجد تدبر، اقرأ مرة أخرى. وثالث مثل يعني مثل البرهان على صدق النية، وأنا ألحظ في نفسي أحيانا أفتح المصحف وأقرأ الله يعفو ولا أجد أن قلبي حاضر، فأكرر القراءة أكرر القراءة أكرر القراءة، أجدني بعد الرابعة بعد الخامسة قد وجدت ماذا؟ قد وجدت قلبي، لأن القرآن القرآن ما هو يسير. الناس نلقي عليك قولا ثقيلا، يحتاج إلى برهان على صدق العبد حتى يؤتيه الله لذة التدبر. وهذه سمعتها وصية للشيخ السعدي قرأتها لما سألوا قال كيف أصل للتدبر، قال لا تزال تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ حتى يفتح الله في قلبك للتدبر. مثل الكتاب، بتتصل إلى فهم عظيم للكتاب بكثرة إيش؟ قراءة مع صدق النية. وإلا في ناس يقرؤون ولا يوجد عندهم نية صادقة، صدق النية. وسيأتينا من إحسان الله للعبد، ربكم محسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إنسان أقبل بقلبه على ربه وتمنى من الله أن يفتح عليه في كتابه وفتح المصحف وقد قرأ التفسير، هل تظنون أن الله يرده صفر اليدين؟ حاشاه وهو المحسن، حاشاه وهو المحسن، سيعطيه خيرا مما تأمله مما أمله. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.